ياهو عند أخبار عنها شلونها. والله مشتاق لسواد عيونها. الله الله. ياهو عند أخبار عنها شلونها. شلونها والله مشتاق لشقار عيونها. سألت عنها وقالوا مقضيتها نوم فارقت وتنام من خيعونها. روحي كتلتني تحن للموحنين تشتاق ومن تمرهم يطردونها بغرفة وحدي وليل ومربية الحنين الساتر الله لو ذكرت عيونها. وش بيه وترجاهم ويضمونها الناس حتى الماتت يطلعونها. حظي أغبر مدري هي الدنيا هيك. الناس على العد تحط عيونها وحتى الحجارة القديمة اللي بيها طين من نكضها الوادم يريدون. الله الله. احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهلهل، اول حلقه ضيفيا سويه اليوم سفينه الابداع او عجله الابداع عجله الشعر متجهه نحو الانبار. واي ابوش حياكم. الله يسلمك. شرفتونا. انت الشرف. محمد المشهداني شرفت ونورت. الله يوفقك. شلون هالانبار؟ والله بخير لوتين الطيب. بدايه من دواعي الشرف والسرور اليوم احنا ضيوف علي المنصوري ابو الاكبر. شرف. كل الحب والاحترام الكادر الجميل اللي راح نتابعه ويانا اليوم وان شاء الله تكون حلقه انتم جميلين. الله يوفقك. انتم جميلين. الله يوفقك. منير العبودي. الله يسلمك بالاخبار. شنو اخبارك؟ بخير اذا انت بخير. شلون هالانبار؟ والله بخير بشوفتك. الله يعزك. الله يسلمك. الحركه الشعريه بالانبار شلونها؟ حاليا العجله بدت ان شاء الله تمشي للامام. يا الله. ان شاء الله. يا الله. ان شاء الله. اكو اخبار طيبه. اكو اماسي ومهرجانات. اماسي منتديات نعم. جاي يقيمها الاتحاد لو لا 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 وحد هذا يعني مستقل المنتديات. ها منتديات يعني ما تابع الاتحاد. لا لا بعيد عن الاتحاد. جيد. نعم. والاتحاد همين قائم يعني سواء زين ماسي. بصراحة الأنبار كبيرة. نعم. يعني مساحتها مثل ما تعرف ثلث العراق. نعم. شلون الدعوة تصير مثلا من هيت راوة عانة فلوجة هاي الأماكن مو بعيدة شوية؟ المنصر يعني بداخل بالمركز؟ مثلا من الفلوجة يريد يدعي من عانة أو راوة مو بعيدة المسافة؟ مو مسألة بعيدة يعني إذا اللي يجي عنده ساعة مو بعيد يعني متعني اللي يريد يقرأ شعر جيد. أو يسمع شعر يعني المسافة ما تمنعه. ها أكو هيك ناس؟ أكو يحضرون. اي يعني مو اقصد الشعراء اقصد الناس اللي يحبون الجمهور الشعر. قليل والله ابو الاكبر حتى اكون صادق وياك. ها 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 كلش قليل. شلون الجو الشعري بالفلوجه؟ والله ابو الاكبر هي حقيقه نفتقد يعني عندنا شعراء مهمين لكن نفتقد السميعين اللي نسميهم احنا محبين للشعر. نعم. هاي الاجواء نفتقدها بصراحه. يعني من يصير مهرجان الناس اللي تحضر به قليله يعني نخبه يعني تعرف انت الشاعر اللي طالع خارج محافظه وشايف اجواء الشعر ويعرف اجواء الشعر بهيج مكان يعني اكو النخبه البسيطه اللي تتعنى وتسمع مثلا يعني خاصه بهذا الجيل اللي نشوفه والوقت الجديد يعني اخذ الميديا اخذته هواي من الناس قبل انه كانت تتعنى حتى تسمعك حتى تشوفك حتى اليوم تشوفك بكل مكان. نعم. التواصل الاجتماعي هذا شوية إلى تأثير صح. كلش قوي. سلبي صار. نعم. جيد. خلينا نستهل الحلقة ويا من ويا منير ويا محمد. يا محمد يبدأ إن شاء الله. ما أكفرك. ونعم منكم. كنا واحد. الله يحفظك. منين ما يعجبك راح تسمع شيء. الله يحفظك. الله يوفقك. يلا نسمع من محمد. يلا. أبو الأكبر أكو موضوع مرات صار العشرة حتى العشرة صار بها غلب. دور الغلب ماكو. الله شايف واحد مرات من يخسر حاجه او تروح من عنده فد حاجه تروح من عنده تقول له علي قرين انت لو قايل لي لو مخبرني مثلا صايره انت لو قايل لي انا متكيها مثلا هيك بس هاي الغفله مو حلوه كلش انه حاجه تروح منك او كيف اذا كان انسان. الله اي فتقول ما قلت لي نتفارق لعد باول يوم ما قلت لي نتفارق لعد باول يوم من كنا نتبادل عشقنا بنظره
لا هسه طلقت نظرتي وجابت شوق والليل هسه وياها صاحب عشرة مو هم من قد التعب صوت انشاف وتخيل بصدرش كبر هالحسرة مو هم من قد التعب صوت انشاف وتخيل بصدرش كبر هالحسرة وهنياله كل من ما يحب مرة يموت مرتاح عاش بلاذن بكل عمره بس أنا لا من فرقتك عكس الناس بالمرة شوف الموت يوم ومرة بس أنا لا من فرقتك عكس الناس بالمرة شوف الموت يوم ومرة وعن الله غيرك ما شفت والشمات عميان بس بعيوني قامت تقرأ شافوني وحدي ولا قلت هذا وياي سألوني وينه وها قلت منتظره وعن حالي تسأل وجهي صار بيالون وجهه وشفت خطواته صارت صفره ومن فشلتي وحيل صغرت ذاك اليوم بالنظرة قمت انشال موش بسطره وعن حالي تسأل وجهي صار بيالون وجهه وشفت خطواته صارت صفره ومن فشلتي وحيل صغرت ذاك اليوم بالنظرة قمت انشال موش بسطره وشي خالي رديت بعشرتك لجفوف تنشاف قامت بيها حتى العبرة ولو بي دمع وروحتك كان بجيت توجعني صارت غيبتك والذكرة كنك وطن لما رحت كل شي وياك راح ومتت واحلامي بيدك أسرة وما دام تمشي ببالي ما بي ينساك بس بي روح وياك ظلت خضرة الله بس بي روح وياك ظلت خضرة الله 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 محمد هذا الشيب انا حسب معلوماتي عنك انه انت ما متزوج اي بعدني وشيب اي شيب وما طلع الحال وما يذكرون العشره اي والله هاي المشكله ما يذكرون العشره وشيب ولا لسه ما متزوج لازم اكون انا بالموضوع اي هي والله شو تقول منير والله انا وافقك الراي يعني مش عنده طلبه غيرها ما عنده يعني ما طالع خب الوحده طالع لا لا هو ما اجى الحالة اكيد اكو اسباب اي طبعا خلينا نروح المنير نرد على الشيء يا الله خلينا نروح المنير انا هم شيء بصابة صدق بالله والله العظيم على الخير وعلى البركة زين هم انا مشيب صار موديل ان شاء الله منير صار لك شقد تكتب كتابة فعلية الفعلية بدت 2014 نعم هذا يا لقاء تلفزيوني هذا الأول خلينا نقول يعني النمبر وان يعني يعني اللقاء الأول اللي بقية كانت استضافات صباحية مثلاً لا أنا أسولف على برنامج شعري برنامج هذا أول برنامج أول برنامج ولي الشرف بهذا الله يعزك وين كنت هاي ال والله أبو الأخبراني مهمل يعني محمد يعرف والأصدقاء الأقربين يعني أنا مهمل شوية بس هذا مو صحيح ما مهتم لهذا الجانب حل اكو نقطة مهمة بالاخبار يمكن انا حكيت لك بيها انا ما مهتم لهذا الموضوع مو يعني هيك على الفطرة انه ماكو جو تشجيعي خليني اندفع صح قصدك يسوي لك واحد بالضبط صح. مو بس انا يعني احكي لك مو بس عني شخصيا ابو الاكبر اليوم انت شاعر يعني لازم اكو شحن بالضبط يعني على اقل تقدير انه المهرجانات الاماسي نعم. يعني هذا إذا شاعر إذا فقده يعني هو لو تسمع لو تحتك صح لو تقرأ بالضبط صح صح زين أنت اليوم جانب المعيشة ما أخذ منك فمتن كبير كلش زين وأكو أجواء أنت مفتقدها فشحن ماكو فلذلك أكو كسل يعني هم عندنا طاقات كلش حلوة لكن كسل بسبب أكو ظروف إنه الحالة مو يعني بصراحة هذا الموضوع حرامات يعني محافظة مهمة بخارطة الشعر والشعراء ف يعني حرامات ماكو عناية والله نعاني من هذا الموضوع حلو اكو تحرك بالجديد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالجديد بدأت الأمور خلينا نسمع قصيدة خلينا نسمع قصيدة حاضراني تقول اجيتك من بعد كل يل ما نامه جيتك من بعد كل يل ما نامه جيتك والدرب كان ابعد من الغيم وريح تحرك الشامه الله
الله يسلمك. اجيتك من بعد كل يل ما نامه، اجيتك والدرب كان ابعد من الغيم، وريح تحرك الشامه، اجيت اجدامي يتنادس من الخوف، مش المقيود لعدامه. الله الله. اجيتك يا عذب من النهر عطشان، ومطر بيتغرق بلامه. اجيتك يا نهر، اجيتك يا عذب من النهر عطشان، ومطر بيتغرق بلامه. ولقيتك بارد بملقاي، وقفت قبالك ومصدوم مثل تنعدم والدته قدامه. مسالم غربة كان مسالمك فاهي، وخانك حجيك انثامه، وثبت للذنب مو بيه مو بيه، عرفت الحالة يتغير يتغير فارس احلامه. كان وياك قلب اعمى على كل شي يدوس، وكنت تمشي ورا وهامه، ما كنت تدري حبك مثل عرس الشاب حلو بس بول ايامه. والله صحيح والله. كان وياك قلب اعمى على كل شي يدوس، وكنت تمشي ورا وهامه، ما كنت تدري حبك مثل عرس الشاب حلو بس بول ايامه. يا رفعت راس من جيتك رجعت مدنق الهامه، الله، ودمعت وبدا شفي ما ينشاف تغوش بالندى الجامع. الله. يا رفعت راس من جيتك رجعت مدنق الهامه، ودمعت وبدا شفي ما ينشاف تغوش بالندى الجامع. وحرت بجرحي حرت بجرح اضمه شلون اضمه شلون، العطر مفضوح مضمامه، وذا لما انطحت ما شافت الشمات، الشايب لو عثر بالسوق بيتتشمت اجدامه. وذا لما انطحت ما شافت الشمات، الشايب لو عثر بالسوق بيتتشمت اجدامه. رجعت من شوفتك باكي مثل الجاي من يم قبر اللي يحبها، صح بالزعل كنت تكبر الموضوع بس تكبر علي ما كنت حاسبها. الله. صح بالزعل كنت تكبر الموضوع بس تكبر علي ما كنت حاسبها، بعد ما كانت اخبارك ترد الروح عجيب، وقمت انغث لما نسمعها، عزت نفسي كانت تاج الوفا للحجل رجعها، وحسرت بصدر ما بردت طفله وطبقوا الباب على اصبعها. ويلي. وحسرتي بصدر ما بردت طفله وطبقوا الباب على اصبعها، الايام اللي بيه نهلي بحاجتي من العوز كنت وياك اضيعها. الله. الايام اللي بيه نهلي بحاجتي من العوز كنت وياك اضيعها، ولك شحكي شحكي بعد والواد مقنعها، ومن يا وجع روح الطيب هي العدها بن غرقان شرب الماي وجعها. الله صحيح. ولك شحكي بعد والواد مقنعها، ومن يا وجع روح الطيب هي العدها بن غرقان شرب الماي وجعها. خذت من عشرتك عبره، وعرفت اللي يحب وما يعرف يخون، تنزل دمعته وسعره، تنزل دمعته وسعره. الله سلامتك. الله يا منير. الله يسلمك. الله يا منير. الله يا منير. الله يا منير. الله يسلمك. الله يا منير. الله يخليك. الامانه قصيده جدا رائعه، ويعني مثل هيك شعراء ضروري يوصلون للاعلام وضروري ينعرفون. سلمك الله، انت متفضل بهذا الموضوع صراحه. العفو يعني. العفو العفو. شلون تتعامل ويا الناس اللي عندهم كبرياء؟ الكبرياء يعني هو مرات مريود ابو الاكبر، ومرات لا، يعني شخص عندما يطغى عليك بعد ما يشوفك. الله. وتكثر اعذاره، وانت من تعدي واحده واثنين وثلاثه بعد ما زحمه تصير سهله. سهله. زين، فنقول لا تقول سامحني وبعد ما عيدها. زين، لا تقول سامحني وبعد ما عيدها، الفرقه صارت وانت كنت تريدها. وخاف تحلم يوم احط ايدي بايديك، انا دايما اخلي ايدي بايدها. الله 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 الله. يعني خلاص انتهى الموضوع. لا انتهت، لا هي مره مرتين بعد، انت من تتهاون راح تكثر ويتعود الشخص المقابيل على هذا الشيء، يعني يستغلك.
شلون هالعشرة وياك؟ والله حسب نوعيتها. أنت العشرة عندك مهمة؟ جدا مهمة. بس بعض الأحيان أكو عشرة أنت تتمسك بيها، تظل مكلب بيها بس غيرك يهدها. الله. بس أنت تظل مكلب بيها، يعني أنت شايل تعب وهذا وما تهدها، تشوف العالم بعض الناس تهدها. يرخصون بيها. ورقة مصافرة العشرة وعشتها وهتجزع الهواء وما طيحتها. كفو. ورقة مصافرة العشرة وعشتها وهتجزع الهواء وما طيحتها وشلت عشرتنا طاسة ماي عنوق بقيت تميل بيها وطشرتها. الله الله يسلمك. الله الله يخليك. الله. ناخذ قصيدة. اي تبشر. تقول ما تهمني ما تهمني بعد وندري ما همك. أيه. ما تهمني بعد وندري ما همك وندري ما همك جقارا تليعوفك لازم يذمك. الله 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 الله. ما تهمني بعد وندري ما همك جقارا تليعوفك لازم يذمك. الهوى منا وجاي وطيفك اتحاشاه اخاف يجيب عطرك واقعد اشتمك. طفل تمشي بعشرتك وانا اكلب بيك مثل المايه لزمك وادري ما لزمك. لو ما ناوي تمشي باول الخطوات كان تلفتيت جاع الثرق جدمك. عشت صاحب مصيبه شما حشيت وياه يشوفك من تمر بس باله مو يمك. الله 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 الله. عشت صاحب مصيبة شما حكيت وياه يشوفك من تمر يشوفك من تمر بس باله بس باله مو يمك. وقلت لك ظل شمس ما لقاك حار يصير بس للمغرب اضحك خل يخف دمك. رحت شايل خشم وعنادك ورديت اشو راجع هو يا اهل يجي يشمك. الله. بس ردت افتهم هسانه شعني لك مثل الخير تتمناني وامشي لك. وجيت تريد من ارجع لك واشتاق لو ادري من الاول ما صرت حلمك. كنت مثل العطر انشم قبل ما اروح يلي مضيعني كانت عيش تبهدمك. وضميتك وجع سنو يهيج بليل اريد احكي واخاف من الهوى يلجمك. وضميتك وجع سنو يهيج بليل اريد احكي واخاف من الهوى يلجمك. برضاتك من رحت ما خذت بالي وياك لذلك بالمواضع ما شلت همك. شما تكبر بعد شمرة عمر وتروح بعين الصير دمعة شما كبر حجمك. واشتمني بعد شيل امك اشتموك نفس بين الشفاف وضاع شيل امك عطر بين الشفاف وضاع شيل امك. الله يا محمد 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 الله يوفقك. ناخذ فاصل. يلا أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل مع فرسان الأنبار حياكم الله. حياك الله والأكبر. كل الهلة. شلون البارت الأول؟ جميل بوجودك. إيه بوجودك. بس منير أنا أشوفه شوي خجلان. والله أنا لا والله أنا هذا تعرف أنت هذا طبعاً. هاي ذبته شوية خجول وهذا. لا بس بس قدام الكاميرا. صحيح والله. منير شنو تعني لك الابتسامة؟ بس مو كل شيء تقدر تحصل ابتسامة. ها. والله. أكو مو كل شخص مو كل شخص أكو ناس تضحي لهم تحصل منها ضحك. لا والله. والله العظيم يجون من السعادة. وضحكة ما يجيبون وجه من الضيم اجيب لهم حلم وردي. الله الله. يجون من السعادة وضحكة ما يجيبون وجه من الضيم اجيب لهم حلم وردي. سيف وماني مثل بثارهم بقراب بوقت سيوفهم بقراب هتصدي. وطولت الخلق وياهم وظليت ضو ناطور انا ومصورهم بسدي. الله الله ضو ناطور انا ومصورهم بسدي. الله 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 الله.
الله منير ناخذ قصيده. اي خالي احنا راح نقلل الحوار حتى نطلع اكثر قصايد. حاضر حاضر. ايش رايكم؟ يلا يلا يلا. نقول الله يسامحك، الله يسامحك على الصار بي، الله يسامحك على الصار بي، عفتني وتوني متعلق كنت بيك، وهاي الكسرة جثة بلا هوية. الله يسامحك على الصار بي، عفتني وتوني متعلق كنت بيك، وهاي الكسرة جثة بلا هوية. ومثل ما ينسحب على البايق سلاح، كانت سحبت ايدك من نديه. الله. ومثل الله. ما ينسحب على البايق سلاح، كانت سحبت ايدك من نديه. وصح ما يتضح باك من الافراق، غيمه من ابكي ما يبين علي. الله. وصح ما يتضح. الله. الله يسلمك. وصح ما يتضح باك من الافراق، غيمه من ابكي ما يبين علي. الفارق بالنهار تشوفه مرتاح، شوف شلون حاله المغربية، يظل مخنوق برا وداخل البيت، وحتى الراحة بيها يحس ذي. اي الورمت عيني من الدموع، ولو هذا الحكي عوفه بزوية، بس شلون رهمت هاي معقول يصير الحب صداقة ومو قوية. هاي الما كنت حاسبها وياك، عمر ضحيت لك وضحي بي، وفي وقبالة ذميت اللي يوافون، وما قلت لك لصابع موسوية، وعثرت بحيرتي مني شفته وياك، نيتك ظلمة وإحلامك ضوية، إش قد حاولت أغير أسلوبك الجاف، ومن قلبك أشيل النرجسية، ردت شوية أشوف بقلبك إحساس، بس الخيط ما ينشاف فيا. نعم. ردت شوية أشوف بقلبك إحساس، بس الخيط ما ينشاف، وكابرت على روح سنين وياك، ويوم يجر ليوم على المنية، ردت بس يوم أحس عندك مهم حيل، وعشت تراب فوق المجهرية. مدري إيش غيرك عني، وصرت سيف وذبحت بروحك الوردة بمسية، رحت ما لحقت أوصل وأوصيك، أحرق قلبي بس عوف الهدية. الله. احرق قلبي الله. بس عوف الهدية. الله يا منير. الله الله يعينك. الله يسلمك حمود. الله يعينك. هسه احنا نكون بشيء. محمد شو اللي معطلك عن الزواج؟ اللي معطلنا عن الزواج انت يا مواليد؟ انا قديم يا معاصر جيلي يعني تقدر تقول يعني ثمانينات؟ اي تقريبا. لا مو تقريبا. اي هو ثمانينات. ثمانينات يعني مو تقريبا. اي لا ثمانينات بالنص. يعني 87 88 85. اي نعم. اي بس متاخر. ليش ما متزوج؟ اي متاخر. ابو الاكبر صراحه صار اكو الموضوع العلاقه انتظر انسانه احب. اي اي شو انتظر ابو الاكبر؟ صاير راسه كله ابيض بعد. اي يعني هي ابو الاكبر هي مره يعني هي مره بالعمر، وهاي شراكة حياة يعني ما تقدر أي إنسان يكون دخيل أو تقليدي وبعد تجربة عمر يعني. أنا انتظرت أي ما ممكن أنت بعد عدة سنوات راحت بتعب بمشقة ويجي إنسان ما يعرف إيش بيك ما بيك زحمة. الله. أي والله زحمة. مو زين واللي تنتظره راح لو موجود. لا هو يعني تجربة عبرناها راحت، لكن هو بالجديد أنا الحمد لله وشكر متفائل كلش، لأن أنا هسه حبيت. ها. أي يعني هسه أكو علاقة جديدة. أي وإن شاء الله يعني. إن شاء الله للزواج. إن شاء الله. يا الله. لأن دائما إحنا عهدنا يكون رجولي، والعهد الرجولي عافية والله. أي يعني لازم عافية والله. شيء إذا ما تكمله إذا ما يتم على خير. ما عفو عن نقص. أي لا ما أحبه. ما أحب من البداية. إيش نأخذ من خلال هذا الحديث قصيدة؟ هذا يذكرني أبو الأكبر بالله العظيم، أنا قلت لك عاصرت جيلين تمام، فحظيت بهاي الأيام التعب بكتابة الرسائل
يعني مو هسه الميديا صارت بسهوله لها طعمها لها طعم هذا العشق العذري تمام. اضافه الى احنا كنا نسمع من ابهاتنا ويحكون ان شلون كان لحقت شويه عليها معاصر الجيل فلحقت عليها التعب ووقفات الركن واللحقات جيد زين. فاحنا دائما نسال تعرف انت اليوم بهيش مجال انت ما حبيت لي هسه ليش وشنو وشنو المؤخرات صار بس ايه حكينا نعم. اي فيقول مو هسه قبل مو هسه قبل حبيت وانحبيت من كان العشق على المره والحلوه من كانت الوادم تسمع ام كلثوم وتسلطن عليها وتسكر بغنوه من كان الصديق يضم هو وينطيك لا هو البقى ولا هو ظل هو مو هسه قبل حبيت الله وانحبيت من كان العشق على المره والحلوه من كانت الوادم تسمع ام كلثوم وتسلطن عليها وتسكر بغنوه من كان الصديق يضم هو وينطيك لا هو البقى ولا هو ظل هو من كان الاخو بيغيره من تنخاه او قبل لا تقول له فدوه يطيح لك فدوه ابد ما عدنا كانت بالعشق غايات عدنا اليسوى كل شيء وكل شيء ما يسوى ما دورنا ختله وموعد بنص ليل ولا خلينا سرنا يبات بالدلوه نعطش ملقى نشرب شوقنا ونرتاح نستحرم قبل من ريحه القهوه الله 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 مو بس الله الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك نستحرم نعطش ملقى نشرب شوقنا ونرتاح نستحرم قبل من ريحة القهوة مو بس المشاعر كان بيها إحساس من الخطوة كانت تستحي الخطوة برسايلنا قبل أبو الأكبر برسايلنا قبل نرسم قلب وعيون وكان الليل طيب صاحب مروة ونوقف بالركن ما ندري شمتانين وتوصلنا الرسايل كانت بحصوة الله 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 سنت حمودة الله جميل جدا والله الله يسلمك كلش حلو الله يسلمك اي والله كلش حلو الله يسلمك هذا الشعور اللطيف الله يسلمك من يا مواليد 1992 كل العمر ان شاء الله الله يسلمك العزيزين اذا زالوا عليك شنو نسوي العزيزين والله ابو الاكبر هي اكو بها افرح هاي فمرات من تزعل ناس من عندك ما تقدر على زعلها اي هم الذول اللي ما نقدر على زعلهم زين واذا انت اذا هم يقدرون على زعلك لا انا طامه كبرى مصيبه يتغلون اي فهنا تصير تناقض بالموضوع تقول انتهينا وما بعد تجمعنا الايام رفعها الزحمه جرح وياكم وقام ومثل الطبة تمه بغرفة عاش بزعلكم كنا حتى الليل منام الله فشوف الفارق الكبير الله الله يسلمك يقول من تزعل من تزعل أيضا عزعل هذا شايف أنت مرات زعلك يكون على المقابل رخيص بس زعل المقابل عليك غالي ايه هاي هاي طامة كبرى هاي يقول من تزعل ألم ماي الوجه وارضيك الله الله وجيلك كني حب كني حب من كل كتر ناضح وزعل اعتبره كان كبير او صغير الابيض لون ما بيطوخ لو فاتح الله 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 جميل مو اي والله هو زعل واحد اي والله ما طوب من غالي نفس الجرح اي نفس الجرح هو مفهوم الحب شنو عندك الحب شيء عظيم أبو الأكبر شيء عظيم يعني أنت اليوم أكلة ما تقدر تأكلها إذا ما تحبها الله أي وتغلي أكثر عند ما يروح تفقده وردت بس كون أشوفك وقت الوداع وكون أشوف دمع بشوق أنده وخاطر بس أشوفك مرة بالطيف دفنت عيوني لك وسط المخد الله 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 نصبح ونمسي به ونحلم به فهذا بعد يعني شيء عظيم ناخذ قصيده يلا ناخذ قصيده اي انا اسمح لي اكو فد قصه
اريد اتجه له. اي نعم من حقك، يعني قصدك قصيدة الموقف. اي يعني انا الخيال ما كتبه ابو الاكبر. ها ابدا كل القصايد عايشهم. ابدا الخيال ما ادنا له خلاص، لان انت اليوم حياتك عبارة عن مشاهد. جميل. وانا دائما اقولها يعني خصوصا الشاعر بعد ما تحتاج يعني تعيشني بجو يخبر بالقصيدة واسألك وتقول لي خيال، انت حياتك اليوم كلها مشاهد. يعني كل شيء موجود، اذا كان الخيانة او كان الجرح او المهم. ابو الاكبر فترة من الفترات يعني شن ايجار وصار لكم ايجار. اي نعم. وصادفت يعني هنا ازالة النظام، تغيير النظام، فبذاك الوقت الشغل كله وقف وابو البيت يعني ما يريد ايجار بيته، يريد ايجار بيته وهذا حقه، لكن انت اليوم الشغل توقف والناس بدت يعني البعض اللي اتجهت على الحواسم وغيرها، وانت اليوم نفسك عزيزه وما تقدر تمد ايدك وما تقدر تشارك باذى بلد، فهنا زحمه انه انت بيتك ومحل اكو دكان بصف بيتك ما تشتري منه تقوم تبيع بيه كل الزحمه. يعني انا اتذكر ذاك الموقف انعرضت الغراض البيت كله بهذا الدكان. الله الله الله. في سبيل يتوفر الايجار. فظلت ببالي لين ذيك الايام كلش قاسيه كانت. ظلت ببالي لحد ما تكونت الفكره وانكتبت القصيده. وانكتبت القصيده. تقول خطيه احنا بعمرنا شفنا دنعيش. فقرة وما تصح كل عيشة بينا، وعلى الهانة قضت ها باكر تهون، هانت بينا شو حد ما قضينا. خطية احنا بعمرنا شفنا دنعيش، فقرة وما تصح كل عيشة بينا، وعلى الهانة قضت ها باكر تهون، هانت بينا شو حد ما قضينا. ومو بس عن ندم تنعض صابيع، جعنا ومن وقت خلصنا دين. ومو بس عن ندم تنعض صابيع، جعنا ومن وقت خلصنا دين. او يجي الليل ونسولف ويا الاحلام، لحد ما بالحلم شي بحكيه، دنيا وبيها تهنى وياهل يشوف، ضعنا وقمنا دندور علينا. ولئن ما عدنا بيت ونسكن ايجار، بقينا صغار بعيون المدينة. الله. ولئن ما عدنا بيت ونسكن ايجار، بقينا صغار بعيون المدينة. واذكر كان حتى بصفنا دكان، بعنا هواية كل شي وما شرينا، وكبرنا وكبرت ويانا الحرامات، حرامات وعينا، وصرنا نمشي بلا وعينا. الله. بموت عقولنا شقد كيفت ناس، ويا رواحنا نسولف بقينا، ويا رواحنا. الله يا محمد. الله يسلمك. جميلة القصيدة من تكون مشاعر حقيقية. الله يسلمك. ما شاء الله. جميل. نعم. منير ناخذ قصيدة. اي حاضر. قول بعدت عنهم وشفت الفرق كان أكبر. بعدت عنهم وشفت الفرق كان أكبر. عرفت اللي يبتعد غالي يصير أكثر. أيه. وعرفت اللي يستحي، بعدت عنهم وشفت الفرق كان أكبر. عرفت اللي يبتعد غالي يصير أكثر. وعرفت اللي يستحي ينداس بالرجلين، وكل ما كبر قلبه بعينهم يصغر. بالله صحيح. وعرفت اللي يستحي ينداس بالرجلين، ينداس بالرجلين، وكل ما كبر قلبه بعينهم يصغر. تجارب تجارب منها خدت شقد عبر ودروس، وكل زرع امنيات المحترق خضر. ورجعت منين ما غشتنا عين بناس، شافتهم عرس بس هم موت احمر. الله. ورجعت منين ما غشتنا عين بناس، شافتهم عرس بس هم موت احمر. غسلت جفوف من لذقة هواي جفوف، وشزيت بقلبه سامن كانها محفر. غسلت جفوفي
من لذقته هواي جفوف وشزيت بقلبه سامم كان هم حفر وقدرت اوقف بحيلي وما احتاج اسنان الغصن يقوم وحده ويوقف ويكبر فز منه انت وياهم ضمير وقام وصلت للكرامه وقام المكسر عافيه عافيه عرفت لها وبعد ما ابكي من اشتاق ابو الاكبر عرفت لها وبعد ما ابكي من اشتاق البكى على الميت يشيل ذنوب اكثر عرفت لها وبعد ما ابكي من اشتاق البكى على الميت يشيل ذنوب اكثر غربلت النوايه وطاح منه الليل وناس منقبه وبين وجهه اصفر غربلت النوايه وطاح منه الليل وناس منقبه وبين وجهه اصفر من عيونه طاح وطحت المشلول وبعد شي قوم المشلول من يعفر من عيونه طاح وطحت المشلول وبعد شي قوم المشلول من يعثر كنت مجبور اسكت بي من ينطون لان بس احكي ادرى اسرار تطشر مو بس قلبي مو بس قلبك كسر واهس من النوم وكنت تكسر عليهم طول في بالحر مو بس قلبك كسر واهس من النوم وكنت تكسر عليهم طول في بالحر عسى لا صادفت نجومهم ليام وعسى ميت ولا بعشرتهم اتعير عسى لا صادفت نجومهم ليام وعسى ميت ولا بعشرتهم اتعير المهم المهم عدت وصار الدرس ما انساه ولقطت دنان عمري وظلوا العنبر ولقطت دنان عمري وظلوا العنبر سلامتك الله يسلمك حمود احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهلهل فاصل ونعود اليكم أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا وياكم إلى الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم مع المبدعين الله يوفقك يسلمك أبو الأكبر والجميلين جدا محمد المشهداني يوفقك منير العبودي حياكم الله يسلمك كل الهلا الله يسلمك إن شاء الله مرتاحين وجودك مرتاحين إن شاء الله الله يسلمك وجودك كادر هذا جميل الله يسلمك إن شاء الله على طول ناخذ قصيدة يلا أجر بجدامي وامشي بدونك شلون أريد أسأل ضميرك يقبل بهاي أجر بجدامي وامشي بدونك شلون أريد أسأل ضميرك أريد أسأل ضميرك يقبل بهاي عفتني ولشي ما تحجاي ظليت وأنا ببالي عفتك رايح وجاي الله تجيني بشوق بارد حتى بالصيف وانا شوقي مثل تموز بشتاي بخلق شايب بقيت وعمره خلصان تطلع روحه لمن يعزف الناي الله 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 بخلق شايب بقيت وعمره خلصان تطلع روحه لمن يعزف الناي ويمر طيفك هو وتشتم العيون وتصيح الله جاني وانت ما جاي ولئن مرانه قلت لك انت بالروح أقود بروحي وامشي وأحكي وياي لأن مرانة قلت لك أنت بالروح أقود بروحي وامشي وأحكي وياي نطيت الغير وجهك وأنا منطيك مع الأسف شباب اللي شفت شيب حتى طرواي كنت من تمشي خلي عيوني مكفاك يا أهل شايل طعنتك هسه مكفاي وخاف أبكي ولأن ما أريدك تطيح أشاق بعيني خاطر تضحك هواي طلعت بدوني تصبر تقدر تعيش حياتك ويا غيري وتعشق بشاي عرفتك من قلت عيش انت دنياك ما قلت لي بدونك ظلمة دنياي بكثر ما عانى منك ماكل هموم يغص بي نهاري ويعطش الماي ما كان ابد مو ذاك وجهك كان ما كان يهل ملقاك للعطشان ما كان ما كان طلعت انت تحبني شلون ما كان لذلك يا القدر تتخون بي الله عشتي لك محمد قصيده جزله ورائعه ما شاء الله نجي المنير نفوت قبل القصيده يلا نفوت قبل القصيده يقول ثقلت حسباتي
اثقلت حسباتي حد ما ضايقت المخاد. اثقلت حسباتي حد ما ضايقت المخاد، حد ما ضايقت المخاد. ذل روح الدمع من فرقتك لليوم مثل الليل كل ما خلصهم ينعاد. قمت من نوم اقوم بهيدا من الفراش ينشال بهداوة من الجرح الاضماد. قمت من نوم اقوم بهيدا من الفراش ينشال بهداوة من الجرح الاضماد. بعدك قمت اغص كل ما ندق الباب انا شفايتي لو يمك واغص بالزاد. بعدك قمت اغص كل ما ندق الباب انا شفايتي لو يمك واغص بالزاد. رحت ما ابينت شيبة بشف انضموك ولاحس ينسمع لك صفنة الصياد. رحت ما ابينت شيبة بشف انضموك ولاحس ينسمع لك صفنة الصياد. كنت بكل شي حسب لك وبكل شي حسب لك وضع الخواف انت الاصبع اللي ينضغط بي الزناد. ما قدرت تلم شملك وشمل الشيوخ ما تقدر تلم شمل الهوى والرماد. صح ما قدرت تلم شملك وشمل الشيوخ ما تقدر تلم شمل الهوى والرماد. حتى بصورتك وجهك ثقل وياي وقش من روح اقول لها الثقل ينراد. حتى بصورتك وجهك ثقل وياي وقش من روح اقول لها الثقل ينراد. ويام تمادى حبك بيا ما مليت عمى موسك بظهره وبعد حبك حاد. ويام تمادى حبك بيا ما مليت عمى موسك بظهري وبعد حبك حاد. منحلم بيك فز خايف من الحيطان ويجرني من ابن شوق وللجقار انقاد. لا صحب ولا علي نجده ولا جيران باب بمقبره ما شفت شفنا الشاد. وراحت بالي طيره وخايفه من القاع وطبع الخايف التعب وما تنصاد. راحت بالي طيره وخايفه من القاع وطبع الخايفه التعب وما تنصاد. هذا انا بدونك ميت واشتاق بين وبين عزه نفسي صار عناد. يا ابو قلب السما يا ابو قلب السما وقلباني مثل القاع من الله خلقهن عايشات بعاد. اصبر الروح وادر الصبر قبضه روح وعرفك ما تجي وحاجز لك المقعاد. اصبر الروح وادر الصبر قبضه روح وعرف ما تجي حاجز لك المقعاد. وجبايع ثقل يم بابك المطبوق ورد دموع تركض مثل واحد هاد. شقلب لك بعد شقلب لك بعد ما بقت صفحه وياك اخر صفحه قالبها وياك جلاد. الله الله صرت شمعه بحياتك وادر طبعك ريح. جازفت بحياتي ومتت بس ما فاد وعشت مثل الدفن من ربعه عز اثنين حتى الضحكه صارت بعد ما تنعاد. وعشت مثل الدفن من ربعه عز اثنين حتى الضحكه صارت بعد ما تنراد. رحت ما منكسر خاطر ولو معذور صعبه ايش يكسرك يا خاطر الجلاد. الله صعبه ايش يكسرك يا خاطر الجلاد. الله بسلام. مرات محمد للامانه اكو امور تقول عليها كلمه وتقول هذه الكلمه ما راح تنكسر. صح. وابدا هذول الناس ما اريدهم ولا بعد اشتاق لهم. نعم يا اخي تمر ساعات مجرد ما تهدأ الناس يصير لي مو ساعتنا مرات اغنيه نعم موقف اغنيه موقف او فديه يكسر كل كلامك. اذا شوف اثنين يتمشون راح يرجعك يقول اقرر انسى لكن من يجي الليل الحنين يصير اكبر من قراري. الله اكره الليل يجبرنا اذكرك بي وادع من الله ما يخلص نهاري. الله 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 ولك الله الله منين تعاني محمد؟ تذكرنا ابو الاكبر منين اعاني؟ اعاني من التجاهل. البرود شلونك وياه؟ البرود هذا يعني هذا صفه يعني انت تجي شايل شوق الدنيا متلهف وتحارك على موده
يقابلك ببرود اي ما يخالف بسيطه يعني هاي صفه كلش كلش مو حلوه والله كلش مو حلوه يعني تقتل مشاعر بيك مال 10 سنين مو هيك ايش هالبرود اللي بيك ايش هالبرود اللي بيك يا معود حرام من زمان ارد اسالك بس انحرج ادري امك جابتك وانا ابتليت شن هي كانت بيك تتنسى بثلج الله احنا مشكله ابو الاكبر الله الله كانت مو متنسى بثلج ايش هالبرود اللي بيك يا معود حرام قد البرود اللي بيه يعني من زمان ارد اسالك بس انحرج ادري امك جابتك وانا ابتليت شن هي كانت بيك تتنسى بثلج وطلع هيك بارد يعني محمد اكو ناس حبهم وقتي اي اكو بسرعه يروح يعني انت مشاعرك صافيه وصادقه وانت هنا العاطفيه مرات تسيطر ابو الاكبر نعم مرات مرور. العاطفه اذا تصرف بعاطفيه راح تتغلب على قلبك فاكو ناس تجيك محبه وقتيه على فد حاجه معينه وتخلص باسبوع مو 10 ايام هواي والله باسبوع تروح شلون هي مراتب اي روح براحتك واعذرني ما عاتب روح براحتك روح براحتك واعذرني ما عاتب قلم تخلص عشرتك بيد كل كاتب متأخر تصل وبطلعة وحدة تروح هيك وياك خلصت عشرة الراتب يعني تاي تنتظر ما بيهم بركة أبد صدق والله والله العظيم ايش قد معاني من هذا الموضوع وصلنا للختام نعم وصلنا للختام نعم اولا هذه كاميرا محمد المشهداني شنو تحب تقول للناسك للناس اللي راح يشاهدون الحلقه ان شاء الله تكون حلقه موفقه وقدر المسؤوليه المشاهدين هذا البرنامج الممتع وان شاء الله كنا خفيفين ظل عليك ابو الاكبر ثقيلين اخونا الكبير خفيفين ظل وشكرا شكرا لهذا الكادر البطل اللي تحملنا مدار هاي الحلقه وان شاء الله يا رب محمد شو اللي تقول هاي كاميرتك؟ والله بالبداية أشكر هذا الكادر الجميل اللي تعبناهم ويانا وأتمنى قدمنا حلقة تليق بالشعر الشعبي وبالغربية تخبلون الله يسلمك رب يحفظكم أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم كان معكم بالإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري في أمان الله.